مرة تانية كل سنة وكلنا بخير يا رب. وزي ما احنا عارفين بكرة أول يوم رمضان بقى، وأكيد احنا متلخبطين أول كام يوم، بنبقى مش عارفين نصوم ازاي بشكل يعني سليم، ما نحسش ان احنا تعبانين، ما نحسش ان احنا عطشانين. ودي مهمة جدا فكرة العطش كمان، وكمان لما نفطر ايه الفطار اللي المفروض نبدأ بيه، يعني هل العصير هل التمر، عايزين نفهم أكتر وازاي نخرج بعد كده من رمضان مش تخنانين. دي بقى مهمة جدا. كمان خلينا نرحب بضيفتنا الجميلة جدا دكتورة رضوى نبيل، أخصائية التغذية العلاجية. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل عليكم. كل سنه وانت طيبه ورمضان طيب. كريم عليكي وعلى اهل بيتك، وميرسي جدا على المكسرات الجميله اللي هديتينا بيها. يعني كل يا جماعه الناس الذوق والله بجد، هي دكتور رضوى جات لنا وجايبه لنا انا وكريم كل واحد مكسرات. صحيح. دي بقى فكرت فيها، قالت لنا قبل الهواء ان هي كانت عايزه تجيب لنا يعني كادو صغير وما يتخنش، فالمكسرات عادي ناكلها بقى. كنت جبتيه طخ، ربنا ينفخ في صورتي على ايديك يا دكتور ان شاء الله. المكسرات عادي ما فيهاش مشكله، صح كده؟ شوفي، تخيلي ان في اشاعه او يعني اقاويل غلط على المكسرات اللي هي بتطخن، بس انت لو اخذتي حفنه اليد اللي هي كبشه، وكل واحد حسب ايده، وكل واحد على حسب احتياجه، وايده فعلا بتبقى مؤشر لاحتياجه، هتبقى فيها 100 سعر بس فيها 4 جرام بروتين. وهنتكلم ان البروتين ده مهم قوي في رمضان، لو مش هنركز على اي حاجه نركز على البروتين والميه والحركه في رمضان، المثلث الرائع اللي بنقول عليه. وبعدين في فيتامين اي، في اوميجا 3 اللي احنا ما بناخدهاش كتير، في برضو احماض امينيه محترمه. فالمكسرات كويسه قوي. وبعدين لما تاخدي كل نوع تاخدي الفايده بتاعت كل واحد، فالتنوع برضو مهم. احنا النهارده عندنا ملفات مهمه جدا نتكلم مع حضرتك عليها. انت عارفه رمضان برضو ايه، في ناس بتتكعبل في امور بعينها، وانا هستاذنكم ان انا كنت بتكلم مع نهواند من شويه، بقول لها ان انا دايما عندي عطل ما متعلق بالميه في رمضان. انا من الناس اللي عندها الموروث بتاع ان قبل ما الفجر جدا اشرب لي قسط ميه قد كده، وطبعا ما بنامش بعد منها. اوكي. كل شويه طبعا حمام وكذا، فاهمه ازاي؟ فهي فكره ان الواحد يخزن ميه قبل ما الفجر يأذن، الفكره دي صح ولا غلط ولا ايه؟ خلينا افهمها للناس بطريقه بسيطه. احنا لما بناخد ميه بكميه كبيره بنقلل التركيز بتاع الدم، وبالتالي جسمنا على طول حاول يضر الميه دي ويحاول ينقص كميه الميه عشان ما يبقاش تركيز الدم قليل. اوكي. واخده بالك؟ فتلاقي ان انت على طول داخله الحمام بعد ما شربتي ميه، وبالتالي انا لازم كل ساعه من التسع ساعات بتوع الفطار اخد كوبايه ميه، بحيث اللي في التوتال اخد 9 كوبايات ميه. في برضو مشروب رائع بيخزن الميه جوه جسمنا اللي هو العرقسوس. العرقسوس مهم قوي للناس اللي ما عندهاش امراض قلب او امراض في امراض الدم او ضغط، لان هو بيخزن ميه. فممنوع لامراض الضغط لكن مسموح جدا للناس العاديه اللي عايزه تخزن ميه جوه جسمها. برضو في تريك برضو ممكن نعملها كويس قوي، اللي احنا نروح للحاجات اللي فيها الاكلات اللي فيها ميه. يعني دلوقتي الشمام مال السوق، البطيخ هيطلع كمان شويه، فاحنا ممكن ناخد 2 سناكس، السناك الحلويات الشرقيه بتاعت رمضان اللي احنا مش هنمنعها، وهناخد فاكهه مليانه ميه عشان نعوض. ابتدى كلامك يعجب نهاوند. فكره مش هنمنعها، بصي اشرقت ازاي بعد الجمله دي. احنا ممنوع اصل بصي، احنا لينا عادات ممكن نغير فيها شويه. بمعنى ايه؟ يعني القطايف، الكنافه، العيش السراي، كل الكلام ده حلو جدا، بس حلو كمان ان انا اخده في التوقيت الصح. اللي يعني هو ايه بقى؟ اللي هو بعد الوجبه بتاعه الفطار على طول، اللي هي بعد وجبه المغرب. اوكي. ليه؟ يعني بيحلي بيها بعد الفطار مباشره. بعد الفطار مباشره لانها مليانه سكر. أوكي. طيب انا امنع تاثير السكر السلبي ده على جسمي باللي انا ادخله مع الوجبه اللي كان فيها بروتين، اللي كان فيها الياف. يعني ناكل ونحلي. ناكل ونحلي. تروحي تصلي التراويح ترجعي ما تلاقيهاش. طبعا. كل سنه وطيب. يعني دي تريك. التريك التانية اللي أنا مش لازم كل يوم أخد كمية كبيرة، ممكن يوم أخد الكمية اللي أنا عايزاها ويوم تاني أخد قطايف مرة أو يعني واحدة أو اتنين. أوكي. واخد بال حضرتك؟ وبرضو في حلويات تانية احنا مش واخدين بالها منها. القرع العسل، حتى لو حطيت عليها بشاميل، بس القرع العسل مليان فيتامين إي ومليان فيتامين سي. كلام عجيب. بص بقى، يعني احنا يا زين ما اخترنا معانا ونضيف المكسرات بقى.
دي يعني بقى في الاخر خالص، ودي تتحط على وش اي حاجه أوكي. حلوه. لكن حضرتك ماليه ايدك يا دكتوره ان بعد اللي احنا بنتكلم فيه ده مش هندخن بعد رمضان؟ شوف، ما هو لو بكلم على واحده وزنها 50 كيلو غير لما بكلم على واحده وزنها 100 او 90 كيلو أوكي. كل واحد دي احتياجاته. بس عايز اقول لك اللي احنا في الاخر ممكن نكتب كل الرغبات بتاعتنا وناكلها، وفي نفس الوقت ما نتخنش، ممكن كمان نخس. هي الفكرة كلها ان رمضان يعني كل الناس فاكرة اللي هي داخلة رمضان هتخس. رمضان لو انت ما خدتش بالك من اكلك مش هيعمل حاجة في وزنك، مش هيخسسك. لكن هيعمل بقى ايه؟ رمضان بينقي او بيفلتر الخلايا البايظة. وسبحان الله يعني في الصيام المتقطع العادي اللي احنا كدكاترة بنقوله، بنقول للعيان صوم وانت نايم اوكي، لكن في صيام رمضان بنصوم واحنا صاحيين. طبعا مين الاحسن؟ وانا نايم الحقيقه، واحنا نايمين يعني الدنيا. بس تخيلي بقى على جسمك وانت صاحي احسن ليه؟ انت لما تيجي تعتبري الخلايا دي عمال اوكي، انت هتفلتري مين العامل التعبان ومين العامل النشيط لما تشغليهم. لكن لو انت نايمه انت مش عارفه مين النشيط ومين المتهالك. فجسمنا بينقي الخلايا المتهالكه اللي مش قادره تساعد على الحرق ومش قادره تشتغل بشكل كويس وقت الصيام. سبحان الله، واخد بال حضرتك؟ فيعني كمان يعني بنعمل فلتره لل ال ال مش ال انا مش عايز صعب الدنيا، بس الصبغه الوراثيه، الصبغات الوراثيه اللي هي مسؤوله عن السرطانات بنعمل لها فلتره. بيعمل حاجه اسمها هوم ستيزس، يعني هوميوستيزس ده يعني استقرار داخلي. بيعمل استقرار داخلي في مضادات الاكسده، بيزود مضادات الاكسده. فيقول لك احنا بنشيل السموم، ما هو بتشيل السموم عشان انت بتزود مضادات الاكسده اللي بتقيك ان شاء الله من الكورونا. اوكي. بيعمل استقرار داخلي في مستوى الدهون، في مستوى البروتين، في مستوى النشويات. وطبعا الطفره دلوقتي الانسولين بيقلل مقاومه الانسولين جدا. يعني لما عيانه تيجي تقول لي انا مش عارفه اخس، انا بقالي حوالي سنتين مش عارفه اخس، بقول لها على طول روحي اعملي صيام متقطع. لان زي ما بقول لك الجسم بيفلتر الخلايا المتهالكه اللي مش عارفه تحرق وتزود الخلايا اللي شغاله كويس. طيب ده برضو زي يعني ممكن ينزل منشات كده او ينزل خبر او تصريح مهم ان الصيام المتقطع افضل وسيله او اسرع وسيله لفقدان الوزن. ده اكيد ده عشان بس لو ننزلها برضو يا جماعه. طيب بالنسبه لبقى دلوقتي رمضان بدا، انا على السفره، وطبعا ما فيش حد بيعمل سفره دايت، خلينا نبقى صراحه أكيد. ما فيش، كل حاجه موجوده. السلطات لغايه بقى البشاميل والكلام ده. انا دلوقتي شخص عايز اكل واكون شبعت صح، و ما كلش على الفاضي. احنا اوقات كتير صح. في رمضان بناكل يعني على الفاضي صح، حتى لما بنشبع. ابدا بايه؟ العصاير سمعنا ان هي بالعكس العصاير مضره، يعني خلينا نعرف من حضرتك اكتر. نمشي بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام، تمر. هنم بالظبط، هنفطر على تمر وعلى نص كوبايه لبن لو انت عايزه تخسي. لو انت عايزه تزيدي 7 تمرات وكوبايه لبن تمام، ولو انت عايزه تثبتي 3 تمرات ونص كوبايه لبن. اوكي، حلو كده. حلو، هنروح نصلي. حلو. هنرجع نبتدي بطبق الشوربه. طب ليه التسلسل ده؟ التمر مليان سكر، مليان معادن ان انا فقدتها وانا صايم، مليان الياف، فما تبقاش السكر ده داخل وداخل بشكل سلبي. اللبن، اللبن فيه احماض امينيه اللي هو البروتين الحيواني اللي جسمي ما بيعرفش يصنعه، مليان كالسيوم، مليان ايودين بتاع الغده الدرقيه، مليان مغنيسيوم، مليان بوتاسيوم اللي هي المعادن برضو اللي انا فقدتها، واخد بال حضرتك؟ وبعدين اخش على طبق الشوربه. بس ده لوحدها وجبه، يعني في ناس اللي هي بتشعر بالامتلاء بسرعه صح، هيشبعوا اصلا من 7 تمرات وكوبايه لبن. شوف انت حضرتك في السعوديه. انا كده، انا من الناس دي، انا يعني ممكن اكل اطمه من اي حاجه تلاقيني حاسس ان انا يا ده انا اكلت كتير وانا ما اكلتش كتير ولا حاجه. الناس اللي بتعاني من حكايه اللي هي بتاكل وجبات صغيره فتشبع، يبقى لازم نزود عدد الوجبات. يعني دولت لازم ياكلوا ما قل ودل. دل يعني تبقى عالية مش بس في السعرات، يعني تبقى في القيمة الغذائية. وبالتالي أنا لازم أحط لهم مكسرات كتير، فواكه مجففة كتير لأنها حجمها صغير وقيمة الغذائية بتاعتها كبيرة. لازم أزود لها، لو هم بيعانوا من النحافة أزود لها سمنة بلدي مش زيت. أوكي. خلينا نبعد عن الأكل عموما، زيت زيتون أوكي، لكن مش زيت نباتي. أوكي. يعني بعيده خالص عن الزيت الذره، لان زيت الذره مليان بحاجه اسمها اوميجا 6 اللي احنا بناخده
في كل المقليات، فكده كده احنا بناخده. الشوربة، الشوربة مليانة فيتامينز وبتشبعنا لو احنا عايزين نخس، ولو احنا يعني مش عايزين نخس بالعكس ده احنا عايزين نزيد، يبقى احذف طبق الشوربة وخد الخضار بس. اوكي. اوكي. وبعد كده بناخد المين ميل او المين ديش. المين ديش ده لازم يبقى فيه بروتين بحسب احتياجك، يعني انا لو وزني 100 كيلو يبقى انا لازم اخد 100 جرام بروتين كل يوم. طب 100 جرام دول اخدهم من ايه؟ قطعة الفراخ اللي قد كف ايدي ب 25 جرام. يبقى انا لو اخدت قطعتين فراخ اخدت 50 جرام من المية. اوكي. واخد في السحور الخمسين التانيين. وممكن كمان اخد في السحور 40 وفي السناك 10. أوكي. يبقى انا كده عملت حاجة كويسة قوي. ما زودتش قوي البروتين في وجبة واحدة عشان ازود الامتصاص. السلطة، السلطة مهمة جدا. ليه؟ انت مش عايزة اخرج من رمضان احس بامساك. ف90% من الناس اللي بتاخد سلطه بتعالج الامساك، يجي لنا بس 10% من عياننا يقول لي انا باخد الياف كتيره جدا في السلطه، اقول له قلل الالياف دي. لان مش دايما الريسبوند بتاعك او رد الفعل بتاعك للاكل زي غيرك. يعني بيبقى لازم اخد تاريخ مرضي منه كويس قوي. بعد السلطه والبروتين اخد رز، الرز البسماتي احسن من الرز الابيض. خمس معالق رز بسماتي قد 3 معالق رز ابيض في السعرات. اوكي. اخد عيش بلدي، اروح للبطاطس مش البطاطس المحمره. بالنسبه للسمبوسك والكوبيبه اللي هي ثواب الدوق ده الاكيد هناخد، بس شوف انت زي ما هي قالت كلمه حلوه قوي، ما بتاكلش اكل فاضي. المقليات للاسف والمشروبات والحلويات هم دول اللي بيدخنونا، فاحنا ناكلهم بس بكميه باعتدال. يعني باعتدال بالظبط كده. يتفضل لي الحلويات بعد الاكل مباشره، ده امد ايدي واخد الحلويات، هتلاقي نفسك انت بتاخدش اكتر من حته قد كده. يبقى انت ما منعتش نفسك، ما عندكش رغبه خلاص اللي هي الشراهه للي انت تاخد حلويات، في نفس الوقت اكلت كل اللي انت عايزه، هتروح تصلي التراويح وترجع يا ريت ناخد فاكهه فيها ميه، لان طول الفتره دي احنا ما بنشربش ميه. واخد بال حضرتك؟ في بقى ناس بتبقى عايزه تو سناكس لو ست حامل وهتصوم. صحيح هي مرخص ليها يعني 100% اللي هي تفطر، بس خدي بالك انت لازم تزودي السعرات بتاعتك اكتر من اي انسان عادي 30%. فيبقى هتاخدي سناك تانية، والسناك التانية دي ما تبقاش سعرات وخلاص، يبقى فيها قيمة غذائية كويسة زي المكسرات زي ما قلنا، زي الفاكهة، زي ممكن تاخد فواكه مجففة زي الخشاف. الخشاف ده يعني بيعالج القرحة، ملين كويس قوي، بيجهز كده الجهاز الهضمي للامتلاء بالأكل اللي هناخده طول التسع ساعات بتوع الفطار. واخيرا السحور. لا نستنى السحور بقى بعد الفاصل. اوكي. طيب احنا هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل زي ما دكتور رضا بتكلم، لسه عندنا السحور هنعرف بالظبط ايه الاكل المثالي ان احنا نقدر ناكله وما نتعبش تاني يوم او ما نجوعش ما نعطش، وفي نفس الوقت عايزين برضو نروح معاها ليه فكره هنا المشروبات بقى اللي بتخسس، لان في حاجات بتتشرب بتحرق دهون، فدي تبقى مفيده جدا لو شربناها من بعد الفطار لغايه مثلا السحور، ممكن تساعد على يعني تعويض بقى اللي حصل على الفطار. فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده الدكتوره رضوى نبيل اللي الحقيقه مشكوره فطرتنا وخلتنا نحلي، بس لسه ما سحرتناش. وقفنا عند نقطه السحور والسحور الامثل، وخصوصا بقى ان احنا النهارده كل سنه وانت طيبه، اول سحور بقى نتسحر ايه عشان ننام شبعانين وما نصحاش عطشانين ولا جعانين. خلينا نتكلم ان في ناس تيجي تقول لي طب ما انا ممكن ادام انت بتقولي البروتين مهم اتسحر فراخ، حتى لو صدور فراخ يا دكتوره. ليه دايما بنروح ناحيه البقوليات اللي هو طبعا الكينج بتاعهم، الفول والعدس البني؟ اشمعنى بيملوا المعده تقريبا؟ ده اللي انا كنت سمعته قبل كده، صح؟ اوكي. وبيدينا طاقه لمده طويله، بس احنا برده مش واخدين بالنا اللي هي ما فيهاش دهون مشبعه، يعني اي لحوم حيوانيه هيبقى فيها ساتوريتد فاتس او دهون مشبعه. حلو. هيبقى فيها كوليسترول. اه. فاحنا ناخدها على الفطار بس ما ناخدهاش كمان تاني على السحور. زي ما حضرتك بتقولي البقوليات بتشبع، ليه؟ الالياف اللي فيها عاليه. كمان المعادن اللي فيها كويسه جدا، يعني الفول ده مليان حديد،
الحديد بتاعه وحش عشان ما بيمتصش زي الحديد بتاع المصدر الحيواني تمام. بس في حديد لو احنا كمان حطينا ليمون على الفول ده يزود قوي امتصاص الحديد. يعني الفول مستحب على السحور جدا. انا تخيلتك هتقولي لا لا الفول مستحب جدا تاني ليه؟ أوكي. عشان ما فيهوش دهون مشبعه، عشان ما فيهوش كوليسترول، غني بالالياف، غني بالاحماض الامينيه اللي هي البروتين اللي انا بصنعها بس مليان فيه بروتين، وفي نشويات معقده تديني طاقه لتاني يوم. أوكي. بس اضيف عليه رشه فيتامين سي من الليمون عشان امتص المعادن احسن. حلو. هاخد جنبه ايه؟ هاخد جنبه سواء جبنه بيضه او شرايح الجبنه الشيدر او الجوده، ما بنمنعش حاجه، بس بنقول دايما للعيان ان كل ما الجبنه يبقى لونها ناحيه الابيض افضل يعني. افضل ناخد جنبها اشمعنى اللي ناحيه الصفار دايما عاليه الدهن. اوكي. ولو احنا جينا على الجبنه الرومي يبقى هتعطشنا تاني يوم لانها مليانه ملح. نيجي ناحيه النشويات اللي هو زي العيش، اخد عيش ايه؟ ينفع اخد عيش شامي، عيش فينو مش مستحب بس لو ما فيش حاجه غيرها اوكي. طب عيش بلدي ولا توست؟ بصي لو احنا بنتكلم على الكالوريز التوست البني هو ربع رغيف بلدي، بس الربع رغيف بلدي مليان قيمة غذائية أحسن. وأصلا إيه اللي هيجيب التوست في وسط الفول والطعمية والبتنجان وجوده غريب على السفرة تحس؟ بالنسبة للناس اللي عايزة تخس مش كل حاجة تغميز. يعني قطعي العيش قدامك قبل ما تبتدي الأكل، لأن احنا واحنا بنغمز بناخد العيش ده بدل المعلقة. أوكي. فمندخل ممكن يخش على 2 رغيف وثلاث ترغيف بلدي وانت مش واخده بالك. البطاطس البيوريه، البطاطس البيوريه تدينا شبع رهيب، من اكتر الحاجات اللي بتشبع البطاطس البيوريه، وبعدين اللحوم وبعدين المكسرات، الثلاثه دول بيشبعوا قوي. اوكي. ما ننساش ابدا اللي ممكن ناخد مشروبات زي ما انت قلتي تشبعنا وتدينا ميه زي العرقسوس. الكركديه، الكركديه على الفطار، بس عايزه انوه لحاجه. الكركديه ما ينفعش يتشال ويتحط بدل الدواء الضغط. هو بيقلل الضغط لانه مضر للبول وبيشتغل زي الادويه، بس بيشتغل زي، ما ينفعش كبدل. الخروب، الدوم، كل حاجه من دي فيها مضادات الاكسده. قمر الدين فين من الكلام ده؟ قمر الدين كويس ان حد اتجاه في حاجات أنا كويسه برضه. ده انا قاعد مستنيه انا عشان تخيل بقى القمر الدين ده بدون سكر الكوبايه 60 سعر فقط. اوكي. لو ضفت له سكر ممكن يوصل ل 160 و180 سعر. طب ما ناكل ال 180 دول بدل ما اشربهم. انا مع يعني انا مع انصار الناس دي او الفكر ده. لان انت حريصه قوي ان انت ما تاخديش كالوريز كتير. انا عندي اكلهم احسن. ده صح. يعني شوفي الحاجه السائله دايما ايه؟ ما بتديش يعني الشبع اللي انا عايزاه يعني. الاحساس الشبع زي الحاجه الصلبه. الفطير وضعنا ايه مع العسل؟ الفطير بصي هو مشكله الفطير لو معمول بالسمنه البلدي تحسيها بتستطعم والله العظيم وهي بتسالك السؤال بتعمل لك بايديها كده. والله انا بحب الفطير مزاجت ليا هي في الاكل جدا. هتاخديه كم مره؟ كل يوم؟ لا والله مش كل يوم، يعني في الاسبوع مره. طب بس خلاص مسموح. وفي رمضان؟ في رمضان مسموح في الاسبوع. بس خدي بالك برضو لو هو معمول بسمنه تقيله قوي دي هتعطش، مش بس هتعمل مشاكل في الجهاز الهضمي لكن ممكن تعطش. أوكي. فممكن ناخد قطعه صغيره او حتى قطعتين صغيره عشان بناخدها مره في الاسبوع، بس زي ما بقول لك مفيش حاجه ممنوعه. اوكي حلو جدا. طيب هل في مفاهيم معينه شائعه وهي غلط؟ يعني هل احنا في موروثنا فيما يتعلق بالتعامل مع الفطار والسحور هل في غلطات ثابته عبر الزمان تحبي تصححيها دلوقتي؟ الرياضه قبل ولا بعد الفطار؟ ايوه قبل ولا بعد. ما فرقتش، طلعت اللي هو ما فرقش. المهم لو انت عايز تخس هتقلل السعرات اللي بتاخدها في اليوم. انت بقى على حسب يومك، انت عايز تلعب رياضه اللي هي الساعه اللي قبل الفطار اوكي، بس هل دي بتخسس اكتر من الرياضه اللي بعد؟ لا طلعت لا. وكمان احنا كان معانا ضيف من كام يوم قال لنا ان هي خطر قبل الفطار بشكل كبير، يعني الافضل بعد الفطار. الافضل اللي هي تبقى بعد صلاه التراويح، اللي هو بتبقي خلاص خلصتي اكل بقالك 3 4 ساعات وتهضم بالظبط. لكن برضو هرجع اقول طب ما في واحد ممكن عايز يخرج بعد الفطار بعد التراويح، ممكن يبقى رياضه قبل الفطار مثلا كارديو مشي، لكن مش طبعًا. مش مثلا جيم واحد يروح ينتع في اوزانه. بالمناسبه دي انا عيانين او شباب كتير
عايزين يخسوا دهون ويزودوا العضل. مش هينفع تعتمد بس على الكارديو، او مش هينفع تعتمد بس طبعاً على المشي. لازم في احمال، لازم يبقى في احمال طبعا، لازم يبقى في كميه بروتين على حسب انت بتعمل رياضه كام ساعه كام يوم، الاسترنس بتاع الرياضه قد ايه. طب بالنسبه بقى للرياضيين بتوع النادي بتاعنا العظيم، ايوه ده لازم المدرب يبقى عينيه عليهم 24 ساعه، لو تعب في اي وقت لازم يروح لدكتور التغذيه عشان يطلب له تحاليل معينه، لان احنا بالذات في الفتره بتاعت الصيام دي ممكن نلاقي اللعيب ما بياكلش عدل، مش لاحق عشان التمرين بيبقى بعد الفطار، فمش لاحق ياكل، فممكن فجاه واحده تلاقيه يحصل فيه هبوط. ده حصل الفتره اللي كام سنه اللي فاتت حتى مع مجموعه من الفنانين، يعني كانت ظاهره، يعني محمود عبد العليم كان اخرهم او من اواخرهم رحمه الله عليه. بالظبط، فلازم ناخد بالنا قوي ان احنا ناخد احتياجنا في التسع ساعات دول. لو اخذنا احتياجنا وعلى حسب بقى هدفنا، في ناس عايزه تخس يبقى هنقلل السعرات، ومش لازم نقلل السعرات بكمية كبيرة، ممكن نقلل يوم 400 سعر ويوم تاني 500 سعر ويوم تالت 300 سعر، دايما خلي فيه اختلاف في أكلك لجسمك عشان جسمك ما يتعودش. أوكي. ومع الحركة مع المية هتطلع خاسس. الناس اللي عايزة تزيد هنزود، هنضرب بدل ما هنضرب وزننا في 25 سعر اللي هما الناس اللي عايزة تخس، هنضرب في 35 أو 40 على حسب معدل الحركة بتاعك. واخد بال حضرتك، فهي دايما بتبقى حسبان، يعني الوزن، وزن الشخص في 40 بيساوي رقم، الرقم ده هو السعرات اللي لازم ياخدها على مدار فتره التسع ساعات. أوكي. عشان يزيد في الوزن. وعلى العكس الناس اللي عايزه تخس، بص بتشاور عليا الناس اللي عايزه تخس، هي قصدها عشان عارفه الناس اللي عايزه تخس مهتمه بالملف ده. انت ما شاء الله مش محتاجه حاجه. والنبي قولي لها يا دكتور عشان الموضوع ده عايز اقول لك، يعني مش قادر عامل الاستوديو هنا كله مش العماره مش طيب انا عايزه اروح بقى لنقطه برضو مهمه، انا نسيت السؤال بقى، انت نسيت. معلش خش على اللي بعده، نورنا قاعدين قاعدين والدكتوره كلامها زي الفل والكلام بيجي. كان في سؤال مهم كتير. قلت مشروبات الحرق هو ده؟ لا كنا وقفنا عند قمر الدين ولا عدينا مرحله قمر الدين؟ قمر الدين مليان فيتامين سي. أوكي. يعني أوكي. عشان المناعه بالذات الفترة دي طبعا، بالذات الفترة دي. طب كان سؤالك ليه علاقة بالسحور ولا فقرة الفطار ولا كان خيالك رايح فين؟ كان ارتبط بالكلام اللي كنا بنقوله والله. اوكي نعدي وهرجع. خش على اللي بعديه. الاطفال. اوكي. من سن 7 ل 10 سنين احنا بندرب. انا افتكرته بقى. اوكي. معلش واضح ان الصيام تأثيره من دلوقتي. لا اصل ده مهم جدا النقطة دي، الناس المريضة اللي هي مفروض ربنا يعني ربنا مديهم رخصة ان هم ما يصوموش، وانا اعرف ناس كتير ومنهم في عيلتي لا احنا هنصوم، ليه بقى لسه عامل عملية، ليه بقى عنده مرض يعني يقدر ان هو يطلع حاجة هيأذي نفسه لو صام، الناس دي نقول لهم ايه علشان برضو فكرة ان انت دي حاجة بتعملها لربنا، بس انك تحافظ على صحتك برضو ده ارضاء لربنا، يعني ما ربنا مش هيفرح اكيد، ومش يعني حضرتك فهماني مش هيبقى حابب ان حد يتعب نفسه او يجي على نفسه او على صحته. يعني هو بالفطرة الانسان عايز يصوم، ما كانش ربنا ذكرها في الثلاث ديانات، احنا عندنا الصيام المسيحي طبعا. في صيام انقطاعي، اليهودي بيصوموا 24 صحيح. ساعة فاللي ما عندهمش ديانة بيصوموا برضو عشان بيزود الكرياتيفيتي واليقظة، واخد بال حضرتك، وليه شق نفسي كمان كويس جدا تأثير. متستغربيش اللي هم عايزين يصوموا، والله لو هم المؤشرات بتاعة تحاليلهم مظبوطة ومفيش كذا مرض مع بعضه، يعني ما ينفعش عيان مريض كلى وضغط وسكر ومؤشراته بايظه ويقول لي انا عايز اصوم، بيبقوا هم عارفين اللي هم مش هيقدروا يستحملوا. نفس الحكايه على النقيض، يعني مش نفس الحكايه على النقيض، تلاقي ان مثلا لو عيان سكر تايب 2 السكر بتاعه منتظم وهو عارف هو هياخد الدواء الساعه كام وهياخد يفطر ايه بعد الدواء، ده ما عنديش اي مانع ان هو يصوم. وخدي بالك الامراض بقى كتيره، يعني امراض الكبد غير امراض الكلى والسيوله واخد بال حضرتك، فكل واحد لازم يبقى مش مؤشراته عندي كطبيب وتحاليله قبل ما نخش على رمضان مظبوطه، اتفق معاه وهو يبقى مثقف هو هيعمل ايه وهياكل بكميه قد ايه، واحنا ما بنمنعش. دي نقطه في غايه الاهميه، اتمنى الناس اللي بتتابعنا، يعني حضرتك طبعا اكيد زي ما دكتور رضا بتقول كلنا نفسنا نصوم، ودي حاجه بتفرق معانا جدا ونستنى الشهر ده، بس حضرتك ارجوك روح اعمل او حضرتك اعملوا التحاليل اللازمه عشان بس ما تضروش نفسكم من الصيام، ودي رخصه برضو ربنا ادها لنا، فيعني دي نقطه كمان مهمه. مرضى السرطان انا لا يمكن انساه،
الصيام يعني ممتاز لمرضى السرطان. اوكي. يعني اي نوع. ابحاث كثيره جدا عملت الافكت او التاثير بتاع الصيام على مرضى السرطان، لقوا ان هو بيزود جدا الخلايا اللي بتلتهم الخلايا المتهالكه والسرطانيه. فمرضى السرطان يصوموا ادام هم ما بياخدوش ادويه لازم تتاخد، يعني خلصوا العلاج بتاعهم خلاص يصوموا، وبالعكس ده يعني الصيام بالنسبه لهم مفيد وعلاج، يعتبر علاج في الحاله دي. طيب برضو يعني في نسبه كبيره من الناس بتعاني من مرض السكر، يعني مرضى السكر من الحاجات المنتشره جدا، يتعاملوا ازاي مع الاكل في رمضان سواء فطار او سحور او ما بينهما؟ انا عندي نوعين من السكر. آه. النوع الثاني ممكن ياخد ادويه ما تعملوش هبوط في السكر، واخد بال حضرتك؟ وده ما عنديش معاه اي مشكله، لما ياخد أدوية ما بتعملش هبوط في السكر قبل ما ينام، وياكل لما يبتدي المغرب بالكمية اللي أنا محتاجاها، وآخد الأدوية بالجرعة الصح، مش بينسى الدواء أو يقولك أنا لا خلاص ما أنا حاسس إن أنا ههبط لو أخدت الدواء أكتر، لا ما ينفعش، لازم تروح لطبيبك يكتب لك على الجرعة، يكتب لك على نوع الأدوية يعني. آه. السكر، ولازم تروح لطبيب التغذية عشان يقول لك أنت هتاخد كام جرام من النشويات وكام جرام بقى من الأكلات بس التانية. بس يصوم عادي. ويصوم عادي. أوكي. تمام؟ النوع الأول، ولو هو بياخد طبعًا أنسولين لازم في دلوقتي يعني الحمد لله طفرة في النسبة بالنسبة للأنسولين ومفعوله على عدد ساعات معينة. فدلوقتي الحمد لله بقينا ندي انسولين طويل المدى يقعد معاه ال 24 ساعة، وانسولين شورت تيرم او شورت افكت اللي هو قصير المدى قبل كل وجبة بياخده. حلو. بس لازم برضو زي ما بقولك يبقى مثقف هياكل ايه، هياخد كام نشويات، كام جرام نشويات، عشان انا اقدر اظبط له وحدات الانسولين مع اكل. حلو جدا. معلومات اكيد مفيده، واكيد على مدار رمضان برضو هنبقى محتاجين كل اسبوع مع حضرتك بقى تنورينا حتى لو على المداخله التليفونيه، لان اكيد التغذيه دي حاجه اساسيه في رمضان، ف يعني اكيد الناس مهتمه بده. شكرا جدا وميرسي على الهديه اللي حاجه بسيطه. نورتينا وشرفتينا، وكل سنه وحضرتك طيبه. طيب. وان شاء الله نلتقي بيكي على خير باذن الله. شكرا. انا بقى عايزه اقول لان دي خلاص اخر حلقه. أيوة. يعني بجد كل سنه وحضراتكم طيبين، والحمد لله كان يعني فتره حلوه جدا هنا. احنا هنكمل بقى مع حضراتكم برده عشان برده المعلومه دي ناكدها، احنا هنبقى مع حضراتكم كل يوم اثنين بس بقى من مدينه الانتاج الاعلامي، وهيبقى البرنامج من 10 ل 12 باذن الله، ده انا وكريم، وبعد كده طبعا باقي الزملاء هيكونوا مع حضراتكم كمان بالتقسيم على مدار الاسبوع. عايزه بس اوجه تحيه كبيره جدا لكل امهاتنا، لان الامهات هم اللي عندهم دلوقتي يعني دور كبير جدا، ربنا يخليهم لنا ويديكم الصحه يا رب. شهر رمضان على قد ما نبقى كلنا مبسوطين فيه، بس احنا عارفين بيكون في ضغط على الامهات، فربنا يديكم الصحه ويخليكم لينا يا رب. كل سنه طيب يا كريم. وانت طيبه. وميرسي على الفانوس مره ثانيه. يا رب يا ميرسي ليكي، وميرسي ليكي يا دكتوره نورتينا. بس عايز يعني اكد على الكلام اللي قالته نهوان دي، يمكن الاستثناء الوحيد هيكون بكره ان شاء الله، بكره الثلاث اول ايام شهر رمضان الفضيل، هنكون مع حضراتكم بكره ان شاء الله انا ونهواند من الساعه 10 للساعه 12 بالليل. والاسبوع اللي جاي مساء طبعا. ايوه صح، هيبقى 10 بالليل في الاهلي. أيوة. طبعا الاهلي في رمضان ان شاء الله حضراتكم تستمتعوا معانا وتسعدوا بايام وليالي هذا الشهر الكريم. نشوفكم على خير بكره باذن الرحمن، وابتداء من الاسبوع اللي بعد كده كل يوم اثنين هنكون معاكم. كل سنه وانتم طيبين.